السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلي بفايدة 18%. تفاصيل هذا الموضوع مع حضراتكم. في الفترات الأخيرة عشرات الآلاف من المواطنين تقدموا على شراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر، واللي طبعا بتدي فايدة 18%، واللي تم طرحها مبدئيا في بنك مصر وبنك الأهلي، وبعد كده البنوك وصلت ل 19 بنك، وكانت حصيلة أول 3 أيام 51 مليار جنيه. وده بيعني إن في طبعا إقبال كبير جدا على هذه الشهادات. طبعا تم تحديد يوم 28/3 هو آخر ميعاد للحصول على هذه الشهادات. اللي عاوز يدخر أمواله أو يستثمر فيها يكون آخر يوم يا جماعة لشراء هذه الشهادات يوم 28/3. وخلينا نعرف إن في أنواع من الشهادات أيضا بيتم طرحها من خلال بنك مصر والبنك الأهلي. في عادة طبعا الشهادة اللي هي 18%، في شهادة كمان بتبقى لمدة 3 سنوات بفايدة 11%، وده بالنسبة للبنك الأهلي. أيضا نفس الكلام على بنك مصر، في شهادة كمان برضو بيتم طرحها بفايدة 11%، بيكون برضو لمدة 3 سنوات واسمها شهادة القمة، تحت مسمى شهادة القمة دي بيكون لمدة 3 سنوات وطبعا بفايدة 11%. الشهادة 18% سواء في البنك الأهلي أو في بنك مصر دي بيكون لمدة عام واحد غير قابلة للتجديد، وزي ما احنا عارفين بفايدة 18%، واللي طبعا تم تحديد آخر ميعاد لها يوم 28/3. اللي عاوز يستثمر أمواله يقدر إن هو يتوجه لبنك مصر أو بنك الأهلي أو أحد أي أو أي بنك من البنوك الأخرى، ولكن آخر ميعاد يوم 28/3. نتمنى التوفيق للجميع، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.